السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا بكل متابعي قناة أجيال كتير جدا بيتصل ناخد دروس ولا ما ناخدش السناتر هتفتح ولا هتقفل ولا الدنيا ماشية ازاي الوزارة قالت لك في خطة لمواجهة سناتر الدروس الخصوصية وأبرزها تقنين السناتر وترخيصها ازاي الكلام ده بقى؟ هتبقى سبوبة يعني؟ قال لك مصادر مطلعة بديوان عام الوزارة قالت لك أهم المقترحات للتعامل مع سناتر الدروس الخصوصية خلال الأيام المقبلة في تصريحات خاصة لقناه أجي قال لك في اتجاهين وفي كذا اتجاه غير الاتجاهين دول. في اتجاه ومقترحات مختلفة حول مصير هذه السناتر. مشير إلى أن وزارة التربية والتعليم بقيادة طبعا دكتور طارق شوقي اللي كل يوم بيطلع لنا بتصريحات غريبة. يتم الإرسال على خطة التعامل مع السناتر الاقتراح أبرز اقتراح بقى في الاقتراحات دي كلها والاقتراحين اللي احنا قلنا عليهم دول اللي هو طبعا يا إما ترخص يا إما يعملوها بنسب يا إما الكلام ده. المهم أبرز اقتراح إيه؟ ترخيص جميع السناتر بالاضافه الى ان يتم تقنين وضعها عن طريق عده اليات. واشرت ان في اليه اولى عباره عن ترخيص جميع السناتر عن تكون مطابقه للمواصفات تحددها وزاره التربيه والتعليم. بالاضافه لحصول الدوله على الضرائب من هذه السناتر ودفع نسبه لوزاره التربيه والتعليم تستخدم هذه النسبه في دعم المدارس الحكوميه وتطوير العمليات التعليميه وتخصيص مكافاه لمعلمي المدارس الحكوميه. كلام تمام. الاليه الثانيه ايه يا سيدي؟ معرفة الوزاره بكل كبيره وصغيره عن المعلمين اللي يعم... الذين اللي يعملون بالسناتر والفحص الامني لهم بالاضافه الى الزامهم بعقد مع التربيه والتعليم حتى تتمكن الوزاره من معاقبه ومحاسبه حال عمل اي خطا قائله بيحدث كوارث في سناتر كتير ولازم نخلي بالنا منها ونحافظ على اولادنا وقال لك كمان في آلية ثالثة إيجاد تسعيرة لهذه السناتر حيث يتم التخفيف على أولياء الأمور فلن تصل سعر الحصة إلى 600 و700 جنيه كما نسمع من البعض على أن يتم تحديد تسعيرة معينة يلتزمون بها أصحاب السناتر والمعلمين الموجودين فيه وأضافت كمان المصادر إن الآليات دي مجرد مقترحات يتم مناقشتها ودراستها بكل حزم مع سناتر دروس خصوصية في الأيام المقبلة وأكدت الوزارة عقب الوصول لحل أو آلية معينة هنتعامل معها هيتم الاعلان عنها فورا ورسميا. يا ترى مين اللي هيطير في الليله دي؟ خلي بالك يا دكتور طار انت لو وقفت السناتر حد، وقفت دروس خصوصيه، الناس هتدي في البيوت. خد الثانيه بقى، هيتعاملوا عن طريق زوم، برنامج زوم او عن طريق النت. مين بقى اللي هيتضر في الكلام ده كله؟ الغلبان اللي مش هيقدر يخش على النت عشان ياخد الدرس على النت، فهو اللي هيشيل الليله وابن البي وابن الباشا هو اللي هيكون كسبان في الكلام ده كله. فخلي بالكم من ولادنا واللي هيضاف في الليله دي كلها الغلبان. فربنا يسترها على ولادنا وعلى الايام اللي جايه، المناهج لغايه دلوقتي ما فيش فيها تغيير، الى الان كل المناهج زي ما هي، ما عدا بعض الانجليزي في شويه حاجات المدرسين ممكن يقولوا لكم عليها، لكن الى الان خلاص الملخصات نزلت والدنيا بقت تمام، وكله هيبتدي واحد 8 فربنا يسترها بس على اللي جاي، وقولوا دايما يا رب، انتظرونا في كل جديد، واكيد خلال الساعات القادمه، هيكون معكم اسامه لازم مؤسس اجيال ان شاء الله، في امان الله.